معنا السيد ساركيس نزار، محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إكوتي من عمان. أهلا بك سيد ساركيس. يعني بداية أود أن أسألك عن فرض العقوبات على روسيا، هل سترفع الوقود عالميا برأيك؟ تفضل. نهاركم سعيد. مما لا شك فيه أننا شهدنا التأثير المباشر للأزمة الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا، والعقوبات أيضا على روسيا، وكيف تسببت بارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة. شهدنا أسعار النفط، عقود برينت فوق 99 دولار لأول مرة منذ 7 سنوات. فالقلق على الإمدادات عالميا يتسبب في العادة في مخاوف كبيرة على المعروض عالميا، وهذا بالفعل ما سبب ارتفاع ملموس في الأسعار. أذكر هنا الغاز الطبيعي الذي ارتفع من 3.5 إلى 4.4 تقريبا دولار هذا اليوم، وأيضا وصل إلى 5.5 دولار الجازولاين من 2.2 إلى 2.7، وأيضا وقود التدفئة الذي ارتفعت أسعاره بشكل ملموس من 2.2 دولار إلى مستوى 2.9 دولار قبل أن ينخفض لكن بشكل طفيف. هذه الأسعار التي ذكرت هي الأسعار المتداولة في البورصات العالمية، والتي قد تعطي صورة عن المنتجات والمكررات عند أبواب المصافي، وهذا يظهر لنا احتمال بالفعل ارتفاعات كبيرة جدا في أسعار المشتقات النفطية، والتي بالفعل بدأنا نشهدها في عديد من الدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة التي ارتفعت فيها أسعار الغازولين وكذلك الغاز الطبيعي لمستويات مرتفعة جدا. في أوروبا هنالك اعتمادية كبيرة على النفط الروسي، نقول احنا 27% من احتياجات أوروبا ووارداتها هي قادمة من روسيا، وأما إذا تحدثنا عن الغاز الطبيعي فحوالي 41% من الواردات في أوروبا هي واردات غاز روسي. ولا يجب أيضا أن ننسى خطط أيضا الخط نورد ستريم 2، والذي قد يقوم بنقل 55 مليار متر مكعب سنويا. هذا كله يدل على مكانة روسيا بالنسبة لعديد من الدول في العالم، وأهمها دول في منطقة اليورو بل في الاتحاد الأوروبي وما حوله. وبالتالي هذه الأزمة وفرض العقوبات ربما ستتسبب بالفعل بمزيد من الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية وفاتورة الطاقة على العديد من الدول، ليس فقط في أوروبا، بل أعتقد أن ذلك التأثير سيكون على العالم أجمع. نعم سيد نزار، يعني في ظل التوترات الجيوسياسية، هل سيستمر الذهب بالصعود خلال الفترة المقبلة برأيك؟ الآن بالنسبة لتحركات أسعار الذهب، شهدنا ارتفاعات كبيرة منذ أن بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالفعل تم طلب الذهب كملاذ آمن حتى وصل خلال تداولات هذا الأسبوع لمستويات 1913 دولار للأونصة الواحدة. ورغم الانخفاض المحدود الذي نشهده هذا اليوم، إلا أن الاتجاهات الصاعدة الإجمالية على الذهب ما تزال قائمة. سوف أتحدث هنا عن المؤثرات في أسعار الذهب، لأننا لا يجب فقط أن ننظر إلى التوترات الجيوسياسية رغم أنها حاليا هي المؤثر الأكبر، لكن نحن ننتظر بيانات اقتصادية ستصدر من الولايات المتحدة يوم غد الخميس وأيضا يوم الجمعة المقبل. تشمل هذه البيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن تظهر ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% أو أكثر فيما بيانات التضخم بحسب مؤشر كور بي سي اي والذي يعتمده الفيدرالي الأمريكي سيصدر يوم الجمعة المقبل. وهذا المؤشر يعتبر مهم جدا في خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادمة. بالتالي أسعار الذهب هذا اليوم قامت بتصحيحات هابطة مع انتظار بيانات اقتصادية أمريكية جديدة قد تحدد توجهات الفيدرالي الأمريكي، لكن بشكل عام استمرار التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وأيضا العقوبات التي تفرضها الدول على روسيا كلها أسباب قد تدعم استمرار ارتفاع أسعار الذهب. لكن مرة أخرى يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية المنتظرة يوم غد الخميس ويوم الجمعة المقبل. نعم سيد نزار، يعني عفوا، برأيك كيف تأثرت شهية المخاطر يعني تفاقم الوضع السياسي والأزمة الجيوسياسية على مستوى العالم؟ يعني هل تأثرت بالاتجاه السلبي أم بالاتجاه الإيجابي برأيك؟
لا شك بأن التأثيرات كانت سلبية جدا. نحن نتحدث عن اقتصاد روسيا، اقتصاد روسيا هو الاقتصاد 11 عالميا من ناحية الحجم، نحن نتحدث عن تريليون وحو أو أكثر من 600 مليار دولار حجم هذا الاقتصاد، وإذا قسناه بمعاملات القدرة الشرائية فنحن نتحدث عن أكثر من 4 تريليون دولار أمريكي، يعادل حجم الاقتصاد الروسي. أن أي تراجع في الاقتصاد الروسي، أي عقوبات سيكون لها تأثير مباشر على العالم أجمع، رغم أن الولايات المتحدة الصين هي في مقدمة الدول التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، لكن أيضا لا يجب إنكار أن تفاقم هذه الظروف قد تتسبب في ضربة اقتصادية إن صح التعبير خلال الفترة المقبلة، والعالم في الأصل يخرج من آثار جائحة كورونا، فهذا ليس الوقت المناسب باعتقادي أن نشهد ضربة اقتصادية جديدة حتى من الاقتصاد الروسي، فذلك قد يسبب تدهور في الاقتصاد العالمي. وبالتالي المتداولون في الأسواق المالية سعروا بداية تأثيرات هذا التدهور الاقتصادي المحتمل، وانخفضت مؤشرات الأسهم بشكل ملموس. على سبيل المثال مؤشر داو جونز انخفض من مستويات فوق 36 ألف نقطة إلى مستويات تحت 34 ألف نقطة، وهذا كله جاء بفعل التوترات الجيوسياسية، فالثقة اهتزت بالفعل بالعالم. آخر البيانات الاقتصادية التي صدرت بخصوص الثقة هي بيانات مؤشر مناخ الأعمال الألماني. مناخ الأعمال الألماني تحسن قليلا، لكن لو نظرنا إلى أرقام مؤشر مناخ الأعمال فهو ما زال ما دون 100 نقطة، وأي قيمة ما دون 100 نقطة تدل على تشاؤم إجمالي في الأسواق، وهذا بالفعل ما شهدناه خلال شهر يناير الماضي وأيضا شهر فبراير الحالي. اليوم نشهد بعض الاتجاهات الصاعدة في مؤشرات الأسهم، هناك إعادة تقييم وانتظار لمستجدات جديدة، لكن بشكل عام لا شك أن هذه الأزمة الثقة في الأسواق المالية وتسببت انخفاض في أسواق الأسهم مقابل توجه المتداولين والمستثمرين لطلب الأصول الأكثر أمانا. نعم، يعني إذا ما ذهبنا إلى سوق العملات في ظل هذه التوترات السياسية حول العالم، أي العملات برأيك ستهوي لمستويات قياسية؟ بداية الروبل الروسي، وهنا أستذكر عام 2014 أيام الأزمة الأولى، وعندما فرضت دول عقوبات في جولة ثالثة على روسيا آنذاك، شهدنا انخفاض الروبل الروسي بحوالي 97%. لكن لا يقتصر تأثير الأزمة فقط على الروبل الروسي، لأنه لو عدنا أيضا بالذاكرة إلى ذلك العام سوف نجد دول مثل هنغاريا، بولندا وغيرها من الدول انخفضت عملاتها أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 21%. اليورو بحد ذاته انخفض مقابل الدولار ومقابل العديد من العملات، حتى أنه خسر أمام الدولار حوالي 20%. لو نظرنا إلى الليرة التركية انخفضت بتأثير أزمة روسيا عام 2014 بأكثر من 12%، فهذه العملات على وجه التحديد قد تتأثر سلبا وبشكل مباشر في ما يحصل حاليا في تركيا. نحن نتكلم عن معاملات تجارية بين منطقة اليورو وروسيا حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه القيمة تعتبر قيمة ضخمة جدا، وهذا ما قد يؤثر سلبا على اليورو، وهذا ما شاهدناه بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية. بعض الانخفاضات حصلت على اليورو كان أداؤه أسوأ من الجنيه الاسترليني على سبيل المثال، أسوأ أيضا من الين الياباني، لو انتقلنا أيضا إلى الليرة التركية أيضا انخفضت خلال هذا الأسبوع، وكل ذلك بتأثير من مخاوف الانعكاسات الاقتصادية التي قد تحصل مع فرض العقوبات على الاقتصاد 11 في العالم وهو الاقتصاد الروسي. نعم، يعني أبرز المتأثرين هي العملة الروسية، ماذا عن العملات التي استفادت من هذه الأزمة؟ في العادة تستفيد العملات التي تعتبر أولا كملاذ آمن أو عملات يعني بعيدة بعض الشيء عن التعاملات مع روسيا. أتحدث هنا كملاذات آمنة، يعتبر الدولار الأمريكي حاليا هو أحد العملات التي يتم استخدامها لتصفية الأصول الاستثمارية والمضاربات في الأسواق المالية عندما تحصل توترات، وحاليا مع أزمة روسيا هنالك تزايد الطلب على الدولار الأمريكي. كذلك الأمر اليوان الصيني
هو أحد العملات التي استفادت من الأزمة، لأن الكثير من الأصول أيضا في آسيا يتم تصفيتها، طبعا الأصول ذات المخاطر المرتفعة مثل بعض الأسهم تم تصفيتها على شكل طلب على اليوان الصيني الذي وصل إلى أعلى مستويات منذ عام 2018. في الدرجة الثالثة يأتي الين الياباني أيضا، والذي شهد ارتفاعا أمام بعض العملات وكذلك الجنيه الاسترليني على حساب اليورو. فالارتفاع الذي يشهده الجنيه الاسترليني حاليا، رغم أنه أيضا يأخذ بعين الاعتبار توقعات بنك إنجلترا المركزي بالاستمرار برفع الفائدة، وبعد أن رفع الفائدة مرتان متتاليتين شهر ديسمبر ويناير الماضيين لتصل إلى 50 نقطة أساس في المئة، لكن أيضا استفاد الجنيه الاسترليني بعض الشيء بسبب تفضيله على بعض العملات في منطقة اليورو مثل اليورو، وكذلك بعض الدول في الاتحاد الأوروبي التي قامت بطلب الجنيه الاسترليني لتغطية مخاطر إن صح التعبير التوترات الجيوسياسية والأزمة الروسية الأوكرانية. نعم، يعني في حال حدث الغزو الروسي على أوكرانيا، يعني ما هي أكثر السلع تأثرا من حيث يعني الأسعار وكذلك العرض والطلب؟ بداية يجب أن أنقل تمني أن لا يحصل هذا الشيء في المستقبل، لأن تأثير ذلك سيكون سيء جدا عالميا. أتحدث هنا عن أزمات تضخمية هائلة قد تشمل العديد من الدول. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط. روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، نتحدث عن 10.8 وتوقعات 11.2 مليون برميل متوسط إنتاج روسيا من النفط كتوقعات لهذه السنة. هذا الأمر لو تسبب في هزة في أسواق الطاقة، فبداية مشتقات الطاقة جميعها قد تشهد ارتفاعات وأزمة في قطاع الطاقة. أنتقل أيضا إلى القمح. روسيا تعتبر ثالث أو صاحبة ثالث أكبر محصول للقمح في العالم، وأيضا أكبر مصدر للقمح في العالم، والذي يرتكز أيضا على دول مثلا على مناطق الشرق الأوسط. فروسيا تنتج أكثر من 37 مليون طن سنويا. وأيضا يجب أن أذكر هنا أوكرانيا التي تنتج حوالي 18.1 مليون طن. فهذه الأزمة سيكون لها تأثير مباشر على أيضا أسعار القمح. أذكر الألومنيوم وكذلك النيكل، النحاس، كل هذه السلع قد تشهد ارتفاعات هائلة في الأسعار، وذلك لأنه سيحصل انخفاض مفاجئ في المعروض في الأسواق المالية، وقد يجد المستهلكون أنفسهم أمام خيارات صعبة جدا عند أسعار مرتفعة جدا لمواد صناعية أساسية، لمواد غذائية أساسية، وأيضا لأصول التشغيل والتي تتمثل في أسعار أدوات الطاقة. طيب سيد نزار، يعني الآن أوروبا تعتمد على 35% من النفط والغاز على النفط والغاز الروسي، هل من الممكن يعني بهذه الكمية التي تعتمد عليها أوروبا أن تفرض عقوبات على النفط والغاز الروسي؟ سياسيا لا يجب أن أستبعد شيئا، فهنالك بعض التصريحات التي صدرت مسبقا من بايدن، وأعتقد بأن تصريحات أخرى ستصدر من دول في الاتحاد الأوروبي منطقة اليورو في نفس التوجه، وهي معاقبة بمعنى معاقبة الاقتصاد الروسي لكن دون الإضرار في الاقتصادات المحلية، رغم أني أعتقد بأن هذا الأمر غير منطقي. لكن مع عدم استبعادنا لأي قرار سياسي محتمل، المنطق يقول بأنه لا يوجد حاليا سبب يدعو لوضع عقوبات على النفط الروسي أو الغاز الروسي لسبب مهم جدا. المستهلك في العالم ما لبث وخرج من أزمة كورونا، وما زال الاقتصاد هش، الانفاق الاستهلاكي أيضا ما زال هش، وقد يتأثر بشكل مباشر لو حصل أي تعثر في سلاسل الإمدادات النفطية أو سلاسل إمداد الغاز الروسي. أقول هنا بأنه مرة أخرى لا يجب استبعاد أي قرار، لكن من غير المنطق أن يتم هذا الشيء على الأقل خلال هذا الشهر أو الأشهر القليلة المقبلة. طيب الآن يعني كيف ستكون تداعيات هذه التوترات الجيوسياسية العالمية على الأسواق العربية؟ كيف يمكن أن تؤثر على الأسواق العربية، خصوصا وأن يعني النفط والغاز متجه بالارتفاع؟
بالفعل شهدنا بعض التأثيرات على العديد من الأسواق العربية. إن تحدثنا على أسواق الأسهم أولا، شهدنا توترات، فعندما تسود التوترات عالميا تتسرب بلا شك إلى المستثمر في مناطقنا في الشرق الأوسط أو في محليا. الآن إذا نظرنا أيضا إلى المستهلكين، المستهلكين والشركات هما حجر الأساس في أي اقتصاد في العالم ومنه أيضا في المنطقة. بالتالي أي تخلخل في سلاسل الإمدادات، أي مشاكل في الأسعار عالميا سيكون لها تأثير مباشر. هناك بعض الأنباء الإيجابية التي نلاحظها من ارتفاع بعض الأسواق العربية لمستويات مرتفعة جدا لم نشهدها منذ عام 2006، لكن بشكل عام لاحظنا بشكل مباشر كيفية التأثيرات السلبية إن طال زمنها. حاليا قد يرى البعض توقعات ارتفاع أسعار النفط أو الارتفاع الحالي بأسعار النفط مفيد للمنتجين، لكن من ناحية أخرى يجب أن نعلم بأن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يتسبب في تغير جذري في العادات الاستهلاكية، مما ينقلب ضد أيضا المنتجين للنفط. وهذا هنا يجعلني أن أشير مرة أخرى إلى أن الأسعار وتوقعات الأسعار للمواد الأساسية وأدوات الطاقة هي من قد تحكم الثقة في إن كان في الاقتصاد العالمي أو أيضا في اقتصاد المنطقة العربية والأسواق المالية المرتبطة فيه. برأيك هل تعتقد أن الولايات المتحدة الآن تتحرك باتجاه رفع العقوبات على النفط الإيراني؟ هل هي خطوة لتعويض الغاز والنفط الروسي؟ يعني ماذا يحصل؟ هل من الممكن أن يعوض الغاز الإيراني كمية الغاز الروسي في العالم؟ إذا تحدثنا عن القدرات الإنتاجية، ذكرت منذ قليل أن روسيا تنتج أو متوقع أن تنتج 10.8 إلى 11.2 مليون برميل كمتوسط يومي. احتمال قدرة إيران في حال تم الاتفاق التجديد الاتفاق النووي قد يكون حوالي مليون في أقصى حد خلال الأشهر المقبلة، 2 مليون برميل كمتوسط إنتاج يومي. ومن هنا نلاحظ بأن هنالك فجوة كبيرة في فروقات إنتاج روسيا وكذلك إنتاج إيران. قد يعوض في حال حصل ذلك، قد يعوض لكن بنسبة ضئيلة، لكن باعتقادي غير كافي لحل مشكلة ضخمة. ولا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستعتمد فقط على النفط الإيراني لتعويض جزء من النفط الروسي. وهذا ما جعلني قبل قليل أن أشير إلى أنه من غير المنطقي الآن أن نفكر في فرض عقوبات على النفط الروسي أو الغاز الروسي، لكن مرة أخرى القرارات السياسية أولا وأخيرا ستكون هي الحكم بغض النظر عن الظروف الاقتصادية الحالية. بسؤال أخير سيد نزار، الآن يعني هل يمكن أن تؤثر الأزمة بين روسيا والغرب على يعني قرارات الاحتياطي الفيدرالي وأخص بذلك أسعار الفائدة؟ الفيدرالي الأمريكي أهم ما يواجهه حاليا هو مخاطر الارتفاع الحاد في التضخم. ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى 7.5% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، وهو أعلى مستوى منذ حوالي 40 عاما. ويوم الجمعة المقبل نحن في انتظار بيانات مؤشر كور بي سي إي والتي هي مقياس التضخم الذي يعتمده الفيدرالي والتوقعات ارتفاعه إلى 5.1%. إذا ارتفعت الأسعار بسبب لأي سبب كان، بسبب قلة المعروض، بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا، فهذا سيزيد الضغط على الفيدرالي الأمريكي لأن يتوجه لتجديد السياسة النقدية بشكل متسارع. الآن نحن في انتظار شهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 2 و3 من شهر مارس المقبل، وهذه الشهادة هي التي ستكون قبل اتخاذ الفيدرالي لخطوة رفع الفائدة الأولى منذ جائحة كورونا. وهنالك توقعات بأن يتم رفعها ب 25 نقطة أساس، رغم أن هنالك توقعات جيدة أيضا بأن يتوجه الفيدرالي لرفعها ب 50 نقطة أساس. ارتفاع الأسعار الذي قد نشهده في حال تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية قد يجبر الفيدرالي على اتخاذ خطوات أكثر سرعة لرفع الفائدة. وبالفعل أزمة روسيا وأوكرانيا سيمتد صداها اقتصاديا على العالم أجمع، وتحديدا على أسعار السلع وأدوات الطاقة، مما أيضا قد يحرك البنوك المركزية بمن فيهم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قد يستعجل بالفعل برفع الفائدة للحد أو محاولة الحد من ارتفاع الأسعار. لكن باعتقادي إن حصل أي شيء
وأي تصعيدات أكبر بين روسيا وأوكرانيا وبدأت الأسعار ترتفع أكثر، قد يفشل حتى الفيدرالي بالسيطرة على ارتفاع الأسعار على مدى عدة أشهر قادمة. نعم السيد سيركس نزار محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إيكوتي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.